والله شوف أبو راشد صديق قديم جدا جدا وشهادتي فيه مجروحة. تسلم. تمنيت أنكم ما جبتوني اليوم ها. لكن نختبرك حقيقة حقيقة فعليا فعليا فيما يخص يعني لجنة المسابقات وطريقة توزيع الجدول والآلية والمعايير فعليا فعليا أبهرني من جد. يعني فيه التسع معايير بالنسبة لي أخوك إعلامي من 30 سنة بالنسبة لي مهب موجودة يعني أو مهب يعني موجودة عندي في ذاكرتي أو أني متوقع أنه فيه هذا النوع والتحديد من المعايير اللي يعتمدون عليها. إحنا فعليا نسمع ردة فعل الجمهور الغاضب، الإعلام الغاضب، أحيانا الأندية الغاضبة، وأنت زي ما قلت يا أبو جود في المقدمة بأنه هذه اللجان والله العظيم لو يسوون لهم إيش ما يسوون بيظلون تحت دائرة الاتهام. الانتقاد والاتهام، حابوا النادي الفلاني، حابوا النادي الفلاني. فعليا فعليا يمكن تحضيري للأسئلة اختلف كثير بعد المقدمة اللي من خلال الحوار الجميل اللي كان بينك وبين أبو راشد. لكن أرجع وأقول أنه حتى يعني أبو فيصل عيد كان يتساءل، أنا أقول مهم جدا مهم جدا بالنسبة للجنة المسابقات أن تراعي موضوع أنه الفريق البطل يتوج أمام جمهوره، حتى لو يوضع خيار. أنت الآن عندك 9 معايير، ليش ما ينحط معيار 10 أنه النادي الفلاني بالذات إذا حسم وعنده آخر جولة، إذا ما حسم بسلامته أوكي رايح يلعب في القصيم اوكي، وانا وفي نادي ثاني يلعب مثلا في جدة وممكن الكاس يروح هنا ولا يروح هنا، لا هنا اوقف. لكن الان الجولة الاخيرة وهو يلعب، انا شخصيا اعجبني الفكر اللي محمد القاسم يتحدث فيه، قال لك والله ليش اكون عنيد والهلال مثلا، ما ادري هو الهلال ولا النصر والله اني ما ادري، بس كان يقول لي قصة، انا قبل فترة كنت عنده في بيته في القصيم، فكان يقول هو اصلا بطل وهو متوج، انا اخذ دراهم واحطها طال عمرك في حساب النادي ولا عناد ولا شيء، في النهايه بيدخل لي كم مليون اوكي، بدل ما اعاند واقول لا الا يتوج عندنا، لا يتوج عمره ما يتوج عندنا.